ايه رح ضايق ابو بريحته بلا ما انت تتضايقي. يعني ما حكيت شي خليها تعصب هيك. بعرف بدك تطولي بالك علي. بيي يعني بدك تضلك تقلي طولي بالك؟ يعني هاي حياة طويلة بدنا نعيشها مع بعض، معقولة نقضيها هيك؟ بس لاقي فرصة مناسبة بدي احكي معك كلمتين. مرحبا. اهلين. يلا تعالي تغدي، أنا كثير جوعانة. يا الله شو طيب هالأكل. لو بتعرفي قديش صار لي ما أكلت هيك أكل. يعني الطاولة ما عليها شي محرز، على شو كنتي عايشة بالله؟ يا ستي الحمد لله على كل حال. شو بكي ما عدتي على بعضك؟ ما في شي. على فكرة أنا كثير جوعانة. اليوم أبي وعمي قضوا كل نهارهم بالمكتب وقاعدين وعم يحكوا. وأكيد ما عرفتي شو عم يحكوا. شلون بدي أعرف؟ إذا الباب مسكر مستحيل يوصل الصوت لبرا. شوفي ماما، بكرة بتقولي لأبوكي إنه أنت بدك تداومي بالصالة الصبح والمساء. إيه لا ماما، مو إذا حبيت الشغل يعني داوم صبح ومساء. خلص ماما، أنت بتعملي اللي قلت لك عليه، عم تفهمي؟ حاضر. إذا أنت ما عرفتي شو اللي عم بيصير، أنا بدي أعرف. شوفي هلا، أنت عندك حل من اثنين، يا أما بتبيعي البيت وبتعطيني المصاري بتخليني روح أعملي فيه شي مشروع هيك نستفيد منه كلياتنا، يا أما بتعطيني حصتي وكل واحد بيروح بحال سبيله. وإذا لا هيك ولا هيك؟ والله ساعتها مضطر اخربها فوق راسكن وتندموا على السعي اللي ما رضيتوا فيها. لك انت مين؟ انت شو؟ انت مو ابني اللي انا ربيته. انت قلت اللي عندك وانا رح اقول لك اللي عندي. يا بتعيش بهالبيت مثل كل العالم والناس، يا اما بتحمل حالك وبتطلع هاي الباب بفوت جمال. يلا تفضل. هيك لك. لكن من اليوم ابنك كرم تخليني العب برات الغرفه لاني بدي اقفلها. وحطي براسك شغله كثير مهمه، انه مثل ما انتم لكم حصه بهالبيت انا اللي فيه، وشو ما بدي بعمل فيها، عم تفهمي؟ انا تسرعت، ما كان لازم احكي معه هيك. انا قسيت عليه. امي مو معقوله انت ابنك بده ينيمنا بالشارع ويعيشنا بجحيم وحاسه حالك قسيتي عليه؟ الله يرحمك يا ناصر. قديش تغيرت الدنيا من بعدك. يا ربي بس ما يصرفني من الشغل. قديشني أنا حمارة. يعني شو كان صار لو طلعت تغديت معه؟ طيب وأهلك ما عملوا معك أو معه شيء؟ معه ما بيقدروا يعملوا شيء، بس معي انقضت الشغلة على قتلي. ضربوكي؟ مو أحسن ما يخلوني أترك الجامعة؟ هلأ نسبياً أحسن، بس يعني ما كان بيمشي الحال بلا هي وهي. رح أخذك لعندهم لحتى تسأليهم. تاخذين عندهم؟ دخيلك، اللي فيني بكفيني. ليش؟ شو قصتك أنت سيهان؟ شو بكي؟ بيجي الوقت المناسب بحكي لك. خلصنا بقى، رح تقلبي لنا يا غم. طولي بالك. بتعرفي ملك، حاسه حالي صار لي سنه ما ضحكت. لازم نحتفل معناته. حبيبي عم يعذبني ضميري. خير شو في؟ من يوم عصبت على السمر. بس والله ما بعرف، يعني احيانا بكون كتير معصبه، بكون حاسه انه في نار جواتي شاعله، بحكي حكي عن جد ماني قاصدته. سمر بتحبك وما ممكن تزعل منك. ما انا هذا اللي مضايقني، انه حكيت حكي ما في داعي احكي لها اياه، ما بتستاهله. يلا بكره بتطيبي لها خاطره بكلمتين وهي دغري بترضى. يا مامي
حبيبي حمدة ببرني أنا يا ماما. نفكر نوسع شغلنا، شو رأيك؟ فكرة عظيمة كتير. كيف؟ نفتح صالة تانية. ممتاز، أصلاً الشام كبرت كتير والأسواق كلياتها شغالة. بس الصالة ما بنفتحها بالشام، بنفتحها بحمص. حمص؟ شو أخذتكم على حمص؟ ليش مو هون؟ ولو يا أم سامي، طلع حواليكي، البلد انملت شركات، وهالشركات لها فروع بالمحافظات، وهن ما لهم أهم من الناس. وهي فكرة مين؟ فكرتي أنا وأخي عادل. أيوة، ومين بده يستلم الصالة هنيك؟ يعني بيوم أنا بيوم عادل. ها، وأنت بدك تروح وترجع كل يوم والتاني؟ لك يا عيوني يا أم سامر، وين المشكلة يعني؟ في ناس شغلة بيفرض عليها يوميا تروح بين المحافظات تدور من بلد لبلد. المشكلة عندي أنا، أنا من وقت المرحوم الله يرحمه، وأنا عندي عقد من السفر. بعدين هذا المشروع اللي طارحه يا أبو سامر، هذا بده واحد شاب لا يقدر يروح ويرجع كل يوم والتاني. ومين قال لك إني أنا اختيارات؟ إلا إذا كنت شايفتيني هيك. أم سامر، بدك ياني كل يوم أقعد على القهوة ودخن أراجيل وأقرأ جرايد؟ الله يوفقك يا أبو سامر، لا تميع الموضوع. أنا عم ميع الموضوع؟ أم سامر، أنت من أمتى بتتدخلي بشغلي؟ ولهلأ ما بتدخل إلا إذا كان هذا الشغل بيأثر على بيتنا وحياتنا. شلون بقى؟ فهميني، كيف بده يأثر؟ أنا خايفة عليك، خايفة من سواقتك لحمص رايح جاي. بعدين إذا في فرصة لتوسع شغلك هون بالشام، فلشو لحتى توسع شغلك بحمص؟ لك يا عيني يا روحي، أنا الله مورجيد الخير بهذا المشروع. طب خلي عادل يستلمه، عزابي لا ورا ولا قدامه. أي شغل بيخدم مصلحتي وشغلي بدي ساوي. انتهينا. هذا شو اسمه؟ هذا يا سيدي اسمه مالك عبد الرحمن، ساكن عنا بالحارة الشمالية بالضيعة. مالك عبد الرحمن. كويس. وشو بيشتغل مالك عبد الرحمن؟ هذا يا سيدي بيشتغل بمعمل السكر اللي بجنب الضيعة، وعنده 4 أولاد، ودريت إنه هو على خلاف مع مرته. اي حركه بدي وديك بايدي على جهنم. لك اجدب انت ولا انا برقبتي 50 قتيل ما رح تفرق اذا بصير 51. بدي 50,000 اللي اخذهم الراعي، وال25,000 اللي اخذتهم انت، وال25,000 من اجار البيت، يعني صاروا 100,000 بتخليهم بعبك. بكره امتى ومرات بدي اخذهم؟ اذا رح تخبر حدا صدقني ما رح خليك تتشاهد على روحك. سكرت امك. سيد كيفك؟ تمام الحمد لله. عقيد جلال، لازم تعرف انه رئيس حرس الحدود طلب مني نص مليون لتمويل العملية من ميزانية الفرع. تمام سيدي، لأنه صعب نقنع المهربين إنه يشتركوا بهيك عملية بدون ما ياخذوا لعبون لحق الأسلحة. تفضل عم بعرف. بس إذا العملية جابت نتيجة وألقينا القبض على المهربين، ما حدا رح يسأل عن هيك مبلغ. مبلغ تافه يا جلال. تأكد سيدي إنه رح تكون عملية نوعية إن شاء الله. هاي السيارة شو موقفها هون؟ لقوا تحت إشارة ممنوع الوقوف والتوقف. ما أزكاهم، بس والله شكلهم بيخوف. أي والله بيخوف.
له يا بنت الكلب فسدتي علي. بدك شي بيي؟ انا رح روح. روحي فيقي لعند الخليج لعندي. بدك ترجعوا على المكره؟ حاضر، ثواني وبخليه واقف قدامك مثل العسكري. اليوم ما لازم خليه يرجع زعلان مني لو شو ما كان. يلا خلصني بقى، قوم عاوزتك. لك شبك شو في؟ ابوك بده اياك، رح يرجع لك المكره. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد، بس افهم، هلا بتطلع لعنده لبرا، شو ما قال لك بتقول له حاضر بيي، فهمت؟ ايه فهمت. يلا انا تاخرت على الجامعه، قوم يلا. ايه بحظي انك اول من بيك، الله يعين بده يتجوزك. شرف شرف، تفضل تفضل. منهم؟ ايه معلم، هي هدول التلفزيون والريسيفر اللي حكيت لك عليهم. ايش بدك فيها هدول اخي؟ والله هيك يعني بدنا نجيب هدول الشاشات البلازما الجداد. هنا رجع نشوفهم بس. ايه لك تفضل تفضل شوفوا. هاي الفرصة ما في غيرها، يا بتحط عقلك براسك وتشتغل مثل العالم والناس، يا بسحب منك المكرو ما بتعود بتشوفه بحياتك. حاضر يا بي. بدي منك كل يوم 1000 ورقة. 1000 ورقة؟ مو كتير. 700 إلي و300 بشلك ياهم. أنت بتأمر أبو عمير، أنا قايم غير تيابي وروح الشغل. سامر ما بزن خاطر لموضوع الزواج، هي خايفة يمكن من طريق السفر روح رجعة. هلين بابا خير في شيء؟ بابا ممكن أطلب طلب؟ تفضل. هلأ باعتباري حبيت الشغل عندكم كتير، في مجال أنزل صبح ومساء على الصالة؟ طبعاً من بعد إذنك أنت وعمو عادل. إذا هذا الشيء بريحك أنا ما عندي مانع. أوكي؟ طيب شو رأيكم فنجان قهوة؟ أنا ما بدي. ما في داعي لك، شكراً. أوكي، يلا عن إذنك. هلين. شكراً. هلين. إلا شغله وما تزعل مني. أنا ما بزعل منك. أقول أنا حاسس أم سامر وراها لعولة تجي تشتغل هون لتعرف شو عم يصير. يا روع شوي، أساساً شو هذا السر يلي بيناتنا واللي أم سامر بدها تعرفه؟ ما في شيء. إحساس عندي ما تواخذني. روع روع ما في شيء. أنا يصير فيني هيك؟ هلا كلكم صرتوا أعدائي؟ والله ده خليكي تدفعي الثمن غالي يا سهام. أنسة رنا الله يخليكي، يعني بس قولي له إنه سعاد بس بدها تشوفك دقيقتين، بس دقيقتين. طب بس ثواني. إيه انتي روحي على مكتبك، هلا انا بس لاقي فرصه مناسبه بخبره. اوكي مشان الله. الله يخلي لك اهلك، والله حالتنا مو متحمله انفصال الشغل، الله يوفقك. طب خلص روحي انتي على مكتبك وانا بس لاقي فرصه بخبره. بتعرفي لما بيروح الواحد على اسبانيا في كتير رفقات ما له شايفهم، بنقضيها بقى على سهر ومن بار لبار ومن ديسكو لديسكو. ايه يعني صعب كتير انه الواحد يقعد على الانترنت، لانه الوقت اللي بيقضيه بالشام اكثر بكتير من الوقت اللي بيقضيه باسبانيا. معناتها المثل الشعبي اللي بيقول بعيد عن العين بعيد عن القلب مظبوط. شو هذا؟ ايوه ايوه جاي.
مثل حبيته بدي سجله هلا. ايه بعيد عن العين بعيد عن القلب. حلو. ايه بس انت كمان ما بعتي لي ولا ميل. بجوز لاني شرقيه وبحب المبادره تكون منك انت. انا عشت بالشرق منيح، تعرفت على كثير بنات، يعني انا شفت انه عندهم سحر وحسيت بهذا السحر، بس ما قدرت افهم المراه الشرقيه. ابسط شيء واسهل شيء بقدر اقول لك اياه عن المراه الشرقيه انه هي سهله الممتنع. كيف بدك يعني ببساطه اجمع كل شيء بارادوكس، كل شيء متناقض عند المراه الشرقيه، يعني سهل وممتنع. وبتتوقع مني اني اشرح لك كيف تجمع هاي المتناقضات؟ اذا كنا اصدقاء ايه لازم تعملي هيك. نحن اكيد اصدقاء، بس اذا بدي اشرح لك كيف تجمع هاي المتناقضات، السحر تبع المراه الشرقيه رح يروح من قدامك، وهذا الشيء انا ما بدي يصير ابدا. وين التلفزيون؟ عدنان؟ عدنان؟ هدي جنبي عرضك. خير عمي؟ شوفي يا بنتي، بعد اللي شفته بعملي كله أنا هلأ بموقف أصعب من كل الحروب اللي شاركت فيها. ما عم فهم عليك. أشهد الله علي إنك غالي علي أكثر من بنتي سمر، مشان هيك أنا حابب أهدي معي كلمتين بصراحة. عمي ليش كل المقدمات؟ اللي في شي؟ هذا السومر أثر علي أكثر مما بتتصوري. الانفجار خلى سومر ما يقدر يكون زوج بمعنى الكلمة. عمي أنا ماني أول بنت جوزة بينشل ولا بيمرض. أنا قبلاني بنصيبي. المشكلة أعقد مما بتصوري. عمي قلي سمر فيه شيء؟ سمر فقد رجولته. العلم عند الله. أنا اللي بدي أقول لك إياه، أنت بعدك صبية بأول عملك،
من حقك انك تعيشي حياتك. اذا بدك انا بقنعه انه يطلقك. فكري منيح وخذ وقتك، شوفي حالك بتقدري تتعايشي مع هالشر ولا لا. شو ما كان قرارك يلي بدك تتغذي تبقي هون تروح لعند اهلك، انا بوقف جنبك. ما تخافي من شيء. يا ويدي إيشا عدنان؟ وين رحت بالتلفزيون والريسيفر؟ بعدهم. ليش بعتهم؟ والله إذا ما بدك تعطيني مصروفي رح بيع غرض ورا غرض لحتى أصرف على حالي. لك شو جنيت أنت؟ لك أكيد هذا جن. أمي بوسة لإيدك، خلينا نبيع البيت ونعطي حصته. خليه يحل عنا. لإمتى بدي ضل عايش هيك مثل الضباع بالبرية؟ لازم تلاقي حلك عارف. خلص أبو بصير، أنا ما عاد فيني أتحمل، ما عاد فيني ضل ساعة وحدة بهي الغرفة. نادر بلا ولدني، بعدين بتعرف شو عم يستناك برا؟ بعدين أنا مسكنك ببيتي، بتعرف شو معناته مسكنك ببيتي؟ بتعرف الخطر اللي عم تعرض له كرمالك؟ أخي خليني أروح، انا بدبر حالي، انا بدبر حالي. امتى ما بدك تروح روح، مين مانعك قال؟ بس قلي لشو لوين بدك تروح؟ امن لي جواز سفر واعطيني المصاري اللي وعدتني فيهم. وبعدين يعني اذا قدرت تطلع برات البلد لوين بدك تسافر؟ شو بدك تشتغل؟ فهمني شو بدك تشتغل؟ نادر الأمور عم ترتب لحتى نسافر أنا وياك سوا ونعيش عيشانية. بس يا أبو مسلم أنت عم تطلع وتفوت، أنا مخنوق مخنوق. بس نحن قبل ما نساوي العملية كنت بتعرف إنه هذا الشيء رح يصير؟ شو صابك هلأ؟ فهمني شو صار هلأ؟ مصيبة ما فيني أتخلص منه هون بالبيت. وين بدي روح فيه؟ وين بدي روح فيه؟ اي سعاد، قالت لي رنا انه بدك يعني في شيء؟ استاذ حبيت اسال ليش زعلان مني؟ انا زعلان مني؟ بلا ما بعرف، يعني أنا هيك حسيت، قلت لحالي بجوز لأنه ما قدرت روح على عزيمة الغداء اللي حضرتك عزمتني إياها. ها؟ معناتها بتعرفي شو عاملة؟ أستاذ والله ما كان قصدي، يعني أنا ما قصدي لا ضايقك ولا أزعجك، بس حضرتك هيك طلبت مني طلب غريب شوي، مو غريب عادي، بس أنا يعني ما يعني بوقتها ما قدرت، تفاجأت ما عرفت شو بدي رد. ها
هالمرة رح مشيلك ياها، بس بدي اياكي تعرفي انه يلي بده يشتغل مع خالد بيك ويكون قريب منه بده يلغي كلمة لا من قاموسه. علا. يا ماما. هاي حبيبتي تعي. نعم. قولي لي شو اخبار الصالح؟ لاحظت لك انه ابي وعمي هاليومين عم يقعدوا لحالهم بالمكتب وعلى حكي. وشو يعني اذا قعدوا مع بعضهم يحكوا؟ ما لهم بالعاده يقعدوا بالمكتب كل هالوقت، بعدين عمي بالعاده بيحص بالصاله ببيع زباين، هلا ما في شيء من هذا. علا انت سمعتيهم شيء عم يحكوا اذا كان بدهم يفتحوا صاله تانية بحمص ولا لا؟ ليش بدهم يفتحوا صاله تانية بحمص؟ هلا عم بسالك سؤال بتجاوبيني بسؤال. على كل الاحوال خلاص انت اعملي حالك ما بتعرفي شيء. اوكي. مرحبا. اهلين. شو هالريحه الطيبه هاي اللي شالوا انت؟ شو عملتينا اليوم؟ عملت لك يا ستي جزمه. ملك انت هيك عم تخجليني كثير. وليش لحتى خجلك؟ اذا انت عم تدفعي نص حق الغداء وانا النص الثاني. مو مشان المصاري بس، بس انا حاسه حالي اني عم اعذبك معي كثير. امسكي لقلك ما بتعذبيني اذا انت حطيتي الغداء وجليتي بعد ما نخلص كمان. يا ويلي شو ريحتها طيبه. خرجي البيت ما شو هاد يا عمي شو هاد؟ عن جد الواحد بيحسك انك جاي من اوروبا. ليش ما عشتي بالغرفة مع وحدة تانية قبل هلا؟ بلا بس ما كتير انسجمت معهم، ما بعرف هيك كانت علاقتي فيهم سطحية وبس. ما بعرف ليش حاسة انه في وراكي قصة. احكي لي احكي لي سهام احكي لي. خلينا ناكل بلا. ليش بدي زعله؟ مشان ارجع لحياة البهتلة؟ ما عاد زعله، ما عاد ارجع لحياة البهتلة ابدا. هذا شو اسمه هذا؟ هذا اسمه عز الدين صويلح، مساعد اول بالشرطة. ما شاء الله عنده 6 اولاد. ودائما بتشوف مرته حامل مرضيع، حامل مرضيع، ومن 3 اشهر ترى اجوازي عليها. عز الدين صويلح. اي نعم. طيب اعطيني اللي بعده. وهذا شو اسمه هذا؟ ها؟ هذا ابو سمير البقال. يخرب بيته شو غشاش وبيعطي بالفايد. إذا ضبطنا الوقت ما رح يقدروا يغيروا الموقع أكثر من كم كيلو متر من المكان المتفق عليه، مشان هيك رح نشوف شو رح نساوي بالخطة اللي حاطينها. طيب في حال دخلوا الحدود من الطرف المقابل وقت بدنا نشتبك معهم شو بدنا نساوي؟ صح، هاي نقطة جديرة بالاهتمام، خاصة أنه إذا طلبنا منهم يدخلوا البضاعة على عمق الأراضي السورية ما رح يوافقوا أبدا، هذا إذا ما شكوا بالعملية كلها. أهم شي يا شباب هاي المصاري تسلموها بالوقت والزمان المحددين. تفضل. ايوه ما ثاني شيء بدي نبهكم على شغله كثير مهمه. هي المصاري اللي معكم انا اخذ عندي ارقام التسلسليه. شو الغايه سيدي؟ يعني لا سمح الله في حال فشلت العمليه بنشوف وين راح يصرفوا هي المصاري، بس اللي بدي اياه منكم تسلموا هي المصاري لاسعد وسمعان بالضبط. الله معكم. امرك. على حلب جديدة لو سمحت. السلام يا خوان.
فوق كل المصايب اللي وقعت على راسه. معقولة اتركه؟ حرام. لازمك شي حبيبي؟ سلامتك. بس عم فكر هيك جيب تلفزيون على الغرفة. أحياناً عم فيق بالليل وما فيني عم برجع نام. بصير بشغله بصوت واطي مشان ما تنزعجي. إيه؟ منجيب تلفزيون على الغرفة. يعني ما بتنزعجي؟ لا أنا بنزعج إذا بشوفك حامس حالك بالغرفة. وأنا كيف فيني أخدمك؟ بدك تشوف لي شقة استأجرها من هون لأسبوع زمان بما خلص شغلي بحلب، وبنفس الوقت بدك تفرجيني شو في عندك شقة للبيع. شقة من أي نوع؟ لازم تكون الشقة فخمة وبمكان مرتب. أنا شغلي بحلب رح يصير كتير كتير، والحقيقة ما بحب نزلة الأوتيلات. طلبك عندي موجود. على كل حال الشقة اللي بدك تشتريها بحدود قديش مصاريفها؟ يعني المصاري ما مشكلة، المهم المساحة ما تكون أقل من 200-250 متر، والكسوة سوبر ديلوكس. طلبك موجود. سمر حبيبتي رح اجيب لك الصحون تجليهم وانا رح امسح الطاولة واعمل مادة. لو سمحتي شغلي بعرفه منيح، ما في داعي تعطي اوامر. حبيبتي انا اسفة بس والله ما كان هيك قصدي. انا ماني آنمة، ماني خدامة بهذا البيت. هذا الوضع ما عاد ينسكت عليه النوم. أنا فكرت بالموضوع منيح. بتعرفي إذا أنا بعت البيت وعطيت المصاري لعدنان شو رح يصير؟ شو رح يصير أمي؟ رح يصرف المصاري بشهر واحد ويرجع لعندي. أمي بيرجع مكسورة شوكته وبيعرف إن الله حق. بده يرجع يطلب مصاري مني من أول وجديد. لا لهون وبس أمي، أنت لازم تبيعي البيت وتعطيه حصته، والبيت اللي بدك تشتري بتكتبي باسمك لحالك، وهيك ما بيعود إله عنا شي. انتي شو عم تحكي؟ هذا اخوكي، انتي شكلك حاسمه الموضوع بدك تخلصي منه. لكن نشوفه عم يساوي فينا هيك ونتحمله. ايه منتحمله. انا لسه ما قررت اني اتخلى عن ابني. انا لسه عندي امل انه يرجع لعقله لطبيعته. والله انتي حره، المهم بتفهمي علي ما بيقرب. الو. ايه انا ريم. أهلا وسهلا. هلا؟ لا 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 ما في مشكلة، بس تعطيني العنوان الله يخليك. إيه عرفته. لا 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 إن شاء الله، يعني ساعة بالكتير بكون عندكم. ماشي أهلين يا هلا. أمي إجاني شغل أنا رايحة، ادعيلي. إيه الله معي، ديري بالك. والله ما حدا ابن حرام غير سيفان عمله فيني. لك اش وين صاحبك ما بين؟ لك انت ايش فارقه معك؟ هي كل يوم عم تتعشى وبتبات هون، وكل ما اطلع شمس 500 ورقه وموز عم تدولك. عشان ما يطالع من عينك انا شايف. هلا انت فارقه معك طالع من عيني ولا ما طالع من عيني؟ المهم تفوت في تمك. قول لا اطلق انت التاني. نارا يا حمدو. مصيبة ليلى مو أقل من مصيبة سمر. شو قررت ليلى تعمل؟ أنا بدي إياكي
تساعديها تتخذ القرار الصحيح. يعني بدك يعني احكي معها؟ لا ابدا، بس بدي اياك تحسسيها قديش نحن بنحبها وانه هذا بيتها ومستعدين نوقف جنبها. ليلى، اذا قررت تترك شومر وترجع لبيت اهلها اكيد بدها تاخذ ابنها معها. هي بتكون الضربه القاضيه لشومر. ما بيعود في شيء يعيش مشانه، لا ولد ولا مره ولا شيء. عدنان بدي احكي معك. شو رح تعملي مثل ما بدي؟ تعال بس عود لنتفاهم. اذا رجعت لك مصروفك وزدت لك اياه بتروق؟ بتنحل المشكله؟ ما رح تنحل المشكلة، ما رح تنحل المشكلة لحتى تقتنعي إنه أنا معك ولد صغير. أنا بعرف إنك شاب وعقلك كبير. كتير منيح. معناها هلأ ببساطة بتسلميني مصروف البيت؟ أنا موافقة. بعطيك معاش صندوق الدعم. بس شو بدك تساوي فيه؟ والله أنا حر. أنت مو قلت لي إنك رح تصرف على البيت منه؟ بعتقد هذا قراري. وأنا رح شوف شو المناسب ورح أعمله. مثل ما بدك، بس أنا إلي شرط واحد. أغراض البيت ما بتقرب عليهم، وأختك ما بتعمل مشاكل معها. موافق؟ موافق. أعطيني معاش هذا الشهر. أهلين مدام. مساء النور. شو إن شاء الله ما عزبوكي؟ لا أبداً، هلأ من شوي نام. طيب مدام، أنا تسمحي لي روح؟ طبعاً. شو رأيك أطلب لك تاكسي من المكتب؟ والله يا ريت، لأنه تأخر الوقت. طيب تكرم عينك، بس لا تحاسبي، أنا بحاسبه. شكراً. انت شلون بتعلق بين ايدين واحد مثل ابو السيوف؟ اجدب انت. ويمكن صار لازم روح زوره. خليه يستوي شوي. خليه يستوي. والله لا انشر عرضك يا ابو السيوف. امي امي تقبريني. امي ليش نايمه؟ قلت لحالي بستناكي وقمت غفلت. بس انا شغلتي مطوله، مو معقول كل مره تستنيني. لك امي خفت عدنان يحس عليكي وقوم يعمل لك مشكله. ان ما حس اليوم بكره رح يحس. الا وقتها بفرجاء الله. قومي هلا نروح ننام. قومي امي قومي. أنا رايحة على الجامعة ساعتين وبرجع، ما بتأخر. سلامتك. بس ليش ساعتين؟ ما عندك دوام؟ بلا عندي دوام، بس قلت لحالي بروح وبرجع بسرعة، يعني بلكي لازمكم شي. هيك بزعل مني، ليكني قاعدة بالبيت، إذا لازم شي أنا بساوي. يعني إذا حضرت كل المحاضرات ما بتزعلي؟ لا هيك بدي أزعل منك عن جد. يلا روحي على جامعتك وانتبهي على دراستك منيح. ماشي، باي باي. إذا مفكر إنه أم سامر توافق على جوازتك لا تحلم. لك لا تفتح سيرة الجواز بنو. أم سامر دريت إنه بدنا ناخذ الصالة بحمص جنة جنانة، شلون لو كان جواز؟ أبو سامر هلأ أهم شيء إنه يكون عندك ولد. شو بدك بأم سامر؟ شو بتفكر؟ يعني شو رح تفكر غير النسوان؟ غيرة وضرة. بعدين بكرة القصة هرا.
بياكلوا كل شيء وبصفي انت وام سامر مول عجزه. اخي خلاص اتكل على الله واطلع بهاليومين لاقي النص على بحمص. عندي سؤال. طلب مني الاستاذ خالد خبرك انه عنده ضيوف على العشاء وبدك تكوني موجوده. ايوه يعني ما بصير نعمله على الغداء؟ شو رايك؟ يعني زيرنا الله يوفقك. انا اهلي ما بيخلوني. ساعديني مشي هالشي. شلون بدي ساعدك؟ بعدين انا شو دخلني لحتى ساعدك؟ الله يوفقك بس هالمرة. الله يخليك. طيب انا بتصل فيك اليوم على الغداء وبقول لك انه عندنا طلبية كبيرة والمكتب كلياته بده يداوم لوقت متأخر. ايه شكرا كثير. شكرا كثير. بس هي اخر مرة بتطلبي مني فيها شيء. أنا بصير بدبر حالي. يلا حسب معرفتي بالحدود رح نختار هدول النقطتين لتنفيذ عملية التسليم، هي النقطة وهي النقطة. وليش هالنقطتين تحديداً؟ أول شيء شوف مع جغرافية هي المنطقتين صعب كتير وعرة، يعني صعب يغيروا منطقة التسليم وصعب يهربوا. بس يعني صعوبة المنطقة جغرافيا هي صعوبة علينا وعليهم. نحن رح ننشر كل عناصرنا حوالين هاي المنطقة، بالتالي المفارز اللي موجودة ما رح تتحرك لتلحق المهربين، فقط المفارز اللي موجودة بنقطة التسليم هي اللي رح تتحرك. طب برأيك حرس الحدود بيغطي هالمساحة هاي كلها؟ أكيد لا، مشان هيك رح نطعم عناصرنا بعناصركم. معني أخذت معي كتاب لأدرس بس ما قدرت تركز كتير داخل. هذا لأنه أول مرة بتشتغلي هي الشغلة وأول مرة بتروح على هذا البيت بالتحديد. يمكن بس بتعرف واضح إنه الشغلة فيها كتير مصاري. كتير مصاري؟ يعني قديش كتير مصاري؟ بيطلع لي 1200، أعطوني 1500 وهن حاسبوا التاكسي اللي رجعني على البيت. بس لا كتير تتفائلي، مو دايما الأمور بتمشي مثل ما بدك. عزتك كنت تشتغل بيبي ستر على قد ما بتعرف عن القصة. مزبوط. صحيح أنا طالب جامعة ومن عيلة وضع المادي كويس، بس أهلي ربوني على الدعم. يعني من أنا وصغير كنت بالصيف اشتغل وطلع مصروفي. بجوز هذا هو السبب اللي بيخليني أحس إنه تجربتك بالحياة أكبر من عمرك. طيب هذا أنا فيني أعتبره مديح عام ولا غزل مبطن؟ فيك تعتبره مثل ما بدك. مثل ما بدي مثل ما بدي؟ ماشي راح أعتبره غزل. شو شايفتني مساوي؟ هلا مو وقت التعزيم. البلور كله غبرة وشحار. صار وقت الرضا. ليلى خلص روحي انتي رضعي حمودة، هلا انا بشلح بكمل عندك. لا انا برضع حمودة وبرجع بكمل. بيي شو القصة؟ والمشكلة الرئيسية هي إنه يرجعوا المهربين للطرف الثاني من الحدود. مزبوط. وفي مشكلة ثانية لازم ناخذها بعين الاعتبار. تفضل سيدي. غالبا عملية الاعتقال تترافق مع اطلاق نار كثيف وبموقعين مختلفين. هذا معناه إنه لازم يكون حرس الحدود بالطرف الثاني بصوت الوضع. ما بنقدر نطلع على العملية سيدي. إذا اطلعناهم تتوسع دائرة الناس اللي بيعرفوا وبالتالي بيوصل الخبر للمهربين. وشوف بيضمن لك ما يتسرب الخبر من عنا. سيدي عدد الأشخاص اللي بيعرفوا العملية من قبلنا كتير محدود، حتى العناصر اللي بده ينفذوا العملية ما بيعرفوا أي شيء عن العملية ليوصلوا على الموقع ويتمركزوا وناخد أجهزة الموبايلات منهم. لا 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 تاخد الموبايلات من أي عنصر، ببساطة نطلب من شركة الاتصالات إيقاف الشبكة نهائيا بموقع العمليتين.
فعلا لازم توقف شبكة الاتصال حتى المهربين نفسهم ما يستخدموها. بكل الأحوال لازم نخبر الطرف الثاني، قصدي حرس الحدود والجهات الأمنية، بس على مستوى القيادات.